لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا حامل شهرين بس كذا دكتور أكد لي إنه في كيس بدون جنين، ومن أسبوع من أسبوعين عندي نزيف، نفس نزيف الدورة تقريبا. طبيبات أكدوا لي إنه ما في جنين فيعتبر استحاضة حتى لو نزل الكيس. محتارة بصراحة بين صيام وصلاة، خايفة بصراحة، مفترة صار لي يومين بإجبار من الدكاترة. وإيش حكمي، نفاس ولا استحاضة ولا؟ الطبيبة وصفت لك الحال على أنه إيش؟ أنه استحاضة؟ واحدة بس قالت استحاضة، بس كل الأطباء الثانيين قالوا يعتبر نفاس. لازال الكيس، أنا في المستشفى وما نزل لي كيس الجنين. أنت في المستشفى الآن؟ نعم. عموما هو لا يعتبر نفاس، لان النفاس يكون من الجنين، من الولاده، فما دام انه كيس من غير ان يعني يكون فيه جنين فالاظهر انه لا يكون نفاس. النفاس هو الذي يكون من الولاده، ثم ان النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولاده او يخرج قبيلها بساعه، هذا له حكم النفاس. وبالتالي الذي يظهر انه ليس له حكم النفاس هذا يعتبر من الدم الذي ليس له حكم العاده الشهريه ولا النفاس، يعتبر مثل دم الاستحاضه ودم الفساد وغيره. وبالتالي إذا استطعت أن تصومي وليس عليك ضرر فصومي، إذا كنت لا تستطيعين للحاجة إلى العلاج أو أن الصوم يتعبك فأفطري وأقضي بعد ذلك بعد رمضان.